اهلا بيكم. ازاي ابقى انسان نباتي بدون التوقف عن تناول اللحوم؟ ازاي الكلام ده؟ البحث بتاعنا النهاردة بيقدم لنا طريقة ان انا اخد المستين، ابقى انسان نباتي وفي نفس الوقت لا اتوقف عن تناول اللحوم، اخد ميزة النباتي واخد نفس الوقت الميزات اللي موجودة في تناول اللحوم. البحث ده منشور في مجلة عالمية كبيرة جدا اسمها اي لايف، وعملوا 4 امريكان في مؤسسة بحثية امريكية كبيرة. فالنهاردة هنعرف ازاي نبقى نباتيين وفي نفس الوقت نتناول اللحوم. بس قبل ما نبدأ عاوزين نفرق بين انواع، او ايه هو الانسان النباتي وايه هي انواع النباتيين. في نوع من النباتيين بيسموهم فيجيتيريانز، والناس الفيجيتيريانز دول بيتوقفوا تماما عن اكل جميع انواع اللحوم، لكن لا يتوقفوا عن منتجاتها. يعني ممكن ياكل بيض، يشرب لبن، يعني جميع منتجات السمنة والكلام ده، جميع منتجات اللحوم دي ممكن يتناولها، ودي يعني ما بيحصلش عندهم نقص كبير في بعض الأحماض الأمينية الهامة الموجودة في اللحوم، ولا بيحصل عندهم نقص في يعني فيتامين مهم اسمه فيتامين B12، بتبقى ما عندهمش مشكلة كبيرة قوي. لكن في نوع تاني بقى من النباتيين اسمه الفيجنز دول لا يتناول اي شيء يتعلق بالحيوانات ولا منتجاتها ولا الحيوانات ولا اي حاجه. يعني ممنوع ياكل بيض ولا يشرب لبن، ولو دخلت الالبان دي في اي حاجه يعني بيصوم عن الحاجات دي تماما ومدى الحياه. الناس دي في ميزات بتحصل عندهم وفي اضرار بتحصل عندهم. الاضرار بتبقى نقص فيتامين B12، وده بيستعيدوا عنه او بياخدوه او بيتناولوه عن طريق الحقن او عن طريق اقراص معينه فيها فيتامينات بي وزيات B12، فدايما بياخدوا فيتامينات مكملات غذائيه علشان يعوضوا الفيتامينات اللي موجوده في اللحوم والمنتجات اللحوم. طيب ايه بقى الميزه اللي بياخدها الجماعه الفيجنز دول من كونهم نباتيين؟ الميزه ان عندهم في حمض اميني موجود بس في المنتجات اللحوم اسم الميسيوني. وجدوا ان هذا الحمض الاميني له علاقه بتقصير العمر، واللي هو طبعا له علاقه بزياده وزن الجسم. الجماعه اللي هم بيتناولوا لحوم كتير يعني وزنهم ممكن يسمن، وخصوصا لو بياخدوا معاها بقى نشويات وكربوهيدرات، وقاعد ياكل فته وياكل معاها لحمه والكلام ده ويدب، بتبص تلاقي ان يعني وزنه بقى ويكرش ويتخن. والتخن ده بيحصل لقوا ان حتى لما لو انت جبت واحد طبعا دي بيجربوها وديته اكله نباتيه وحطيت فيها الحمض الاميني ده بس الميسونين، بتلاقيه بيتخن. ففي حمض اميني ضار جدا بالجسم موجود في المنتجات اللحوم. هم بقى لما بيبقوا نباتيين ما بيبعدوا عن الحمض الاميني الميسونين ده. فيعني لقوا ان كمان الهرمونات الخاصة بزيادة الوزن دي بتقل عند الجماعة النباتيين دي جدا. هرمون اسمه IGF-1، وده هرمون يعني يشبه الانسولين، وده بيزود الوزن، وهرمون اسمه الليبتين، وهرمون اسمه اديبونيبتين. كل الهرمونات دي بتقل عندهم وبيبدأ وزنهم يقل وصحتهم بتتحسن، ويبقوا اللي هم يعني في اطالة او في تحسن في عمرهم، والامراض بتقل عندهم، الامراض اللي هي خاصه بالايض والميتابوليزم بتاع الانسان زي امراض السكر وامراض القلب وامراض الدوره الدمويه، بيقول كل ده بيقل عند الجماعه النباتيين، ولكن مع طبعا ان ايه نقص الفيتامينات اللي هي دي. ولكن ليس كل الناس يقدروا يبقوا نباتيين، وبالذات من النوع الثاني النوع الفيجنز، لان اللحمه والحاجات دي بانواعها كلها والاسماك بانواعها كلها يعني دي بيحرم نفسه من مأكولات كتيره جدا. ويعني احنا كمسلمين يعني بنكون دايما ضد هذا الكلام، احنا ضد الامتناع التام عما احله الله سبحانه وتعالى. فقل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فطبعا بنناشد بالاعتدال في الاكل اللحوم، ولكن لا نحرم نفسنا منها. ولكن احنا عاوزين برضو ناخد ميزات النباتيين. الجماعة الامريكان بقى حلولنا المشكلة دي، عملوا البحث الجميل الظريف اللي انا هحط لك اللينك بتاعته في الوصف تحت، وهحط برضو ترجمة عربية له او للملخص بتاعه، طبعا مش لكل اللي جاء فيه لانه بحث كبير. عملوا ايه بقى الجماعة الامريكان، الاربعة الامريكان الظراف دول؟ دوروا على حاجة تخلي الانسان يبقى نباتي وهو بياكل اللحوم. لقوا عنصر
موجود عندنا في الصيدليات ومتوفر جدا من ضمن المكملات الغذائية، ماهوش دواء ولا حاجة، ده مكمل غذائي موجود في الصيدلية تحت بند الفيتامينات ومضادات الأكسدة. عنصر اسمه السيلينيوم. السيلينيوم انت لو رحت الصيدليه وقلت له انا عاوز سيلينيوم هيطلع لك علبه عندنا في مصر ثمنها حاجه 40 جنيه فيها 30 قرص يكفي شهر كامل. لو ان اضافه عنصر السيلينيوم ده للاكل بتاعك بدون الامتناع عن اللحوم يبقى يعمل وكانك انت نباتي، بيضيع تاثير الميسيونين على الجسم، بيخلي الميسيونين وكانه مش موجود. فعملوا التجربه دي، قسموا، جابوا طبعا حيوانات تجارب وجربوا عليها، قسموها لثلاث مجموعات. مجموعه منعوا عنها الاكل الحيواني خالص، الميسيونين مفيش ميسيونين، ادوها اكل نباتي زي الفيجن بالظبط، تمام. ومجموعه ادوها اكل عادي مليان ايه لحمه وميسيونين والكلام ده ومجموعه ادوها الاكل العادي اللي فيه اللحمه دي وفيه الميسيونين بس حطوا معاه السيلينيوم في الاكل، وقعدوا بقى يأكلوا المجموعات الثلاثة من الحيوانات التجارب دي 4 أشهر. حيوان طبعا الفيران، فارنا صديقنا الجميل الفار ده اللي بنجرب عليه، واحنا قلنا بنجرب على الفيران لان عمرها قصير، عمرها سنتين بس، مش هنجرب على الانسان طبعا، بنجرب على الفار او في سنتين نقدر لو اكلناها 4 أشهر، 4 أشهر دول يساوي زي 10-20 سنة عند البني ادم، فنقدر نشوف النتائج عليه ايه. والفار حيوان ثدي يعني زيه زي البني ادم في 99% من وظائفه وخلايا، فاللي بينطبق عليه بناخده على طول ونجربه بقى ايه على البني ادمين، وخصوصا لو كان مكمل غذائي زي كده. لو ان المجموعه اللي باكلينها اكل عادي وفي ميسيونين تخنت بشكل وبلظت وبقت ضخمه جدا، وطبعا بدات تركبها الامراض وبدا يجي لها السكر وبدا يجي لها الضغط وبقت تعبت جدا جدا في خلال الاربع اشهر دول، المجموعه اللي هي بتاكل اكل عادي مليان وفي لحوم والكلام ده. طبعا المجموعه اللي عايشه نباتي لقوها طبعا رفيعه وسمارت وبتاع ولسه بعد الاربع اشهر لسه شباب وتمام التمام. طيب المجموعه بقى اللي فيها اكل لحوم بس معاه سيلينيوم لقوها تقريبا تماما زيها زي المجموعه اللي مأكلينها اكل نباتي، سمارت، مش تخينه، رفيعه، ما حصل لهاش، ما جات لهاش السكر، ما جات لهاش الضغط ولا الامراض دي، وعايشه تمام التمام، وعاشت هي والمجموعه النباتيه دي فتره عمر اطول من المجموعه اللي واخده اكل فيه لحوم. فطبعا بقى بعد كده اول ما بيوصلوا للكلام ده بياخدوا بقى الفيران دي وبيبداوا يحللوا جواه، لو ان المجموعه اللي واخده سيلينيوم واللي واخده اكل نباتي بيشتركوا في ان هرمونات التخن عندهم قليله جدا. هرمون الاي جي اف 1 اللي هو انسولين جروس فاكتور 1 ده حاجه تشبه الانسولين كده، بيبقى زايد جدا عند الناس اللي واكله لحوم، ده قلل عندهم. هرمون الليبتين وده هرمون بتفرزه الدهون بتاعه الجسم، ده قلل عندهم وصحتهم كويسه، هما الاثنين المجموعتين دول احسن من صحه الناس الحيوانات اللي واخده يعني اكل فيه لحوم والكلام ده. فثبت هذا الكلام على الفيران، ما كفهوش بقى الكلام ده يثبتوه على الفيران، قالوا طيب احنا عاوزين حيوانات تشبه او خلايا تشبه البني ادمين ونجرب عليها ويكون معدل تكاثرها اسرع كتير جدا من الفئران. الفئران بتدينا النتائج بعد سنتين واحنا مستعجلين وعاوزين ننشر البحث ده بسرعه. فجابوا خلايا اسمها خلايا الخميره، كلنا نعرف عن خلايا الخميره دي. الخلايا دي في خلال ساعات معينة بتتكاثر تعمل دورة حياة، فهي بتعمل دورات حياة كل كذا ساعة، فحطوا لها برضو السيلينيوم في المواد الغذائية بتاعتها، فلاقوا ان عمر خلايا الخميرة دي زاد بدرجة كبيرة جدا وعدد مرات تكاثرها اكتر. يعني مثلا لو قلنا ان خلايا الخميرة دي بتموت بعد ما تعمل مثلا 30 او 40 مرة تكاثر، انقسام 30-40 مرة بعد كده تبدأ تموت، لو هتعمل مش 40 تعمل مثلا 49 مرة على ما تموت، فكده معنى كده ان عمرها طال 9 مرات تكاثر زيادة عن المعدل الطبيعي في وجود السيلينيوم. تاني حاجة عمر الخميرة نفسها، عمر خلية الخميرة نفسها بتقعد يعني ممكن تقعد أقصى حاجة أسبوع 10 أيام، لقوها بتقعد 60% زيادة، يعني لو هتقعد 10 أيام تقعد 16 يوم عايشة على السيلينيوم، فزاد عمر خلايا الخميرة وزادت عدد مرات تكاثرها قبل أن تموت.
فيعني حتى خلايا الخميرة طبعا خلايا تشبه خلايا البني آدمين، بيسموها خلايا حقيقية، ودي تختلف عن خلايا البكتيريا اللي هي تشبه النباتات، لكن خلايا الخميرة تشبه الخلية الحيوانية الآدمية في حاجات كتيرة جدا. وما أكثر الأدوية اللي موجودة عندك في الصيدلية اللي كانت بتتجرب الأول على خلايا الخميرة، ويعني بعد خلايا الخميرة طلعت ما جابت مفعول معها، خدناها على الفار ثم على القردة ثم على البني أدمين، وأدوية كتيرة جدا موجودة من ومنتجة حتى ساعات من الخميرة. ويكفي ان اقول لك ان بعض الفيتامينات اللي زي فيتامين مجموعة بي مركب دي كلها دي بتبقى منتجة من الخميرة، حتى كان زمان يأكلوا الناس خميرة للحصول على الفيتامينات ديت قبل ما يبدأ تصنيعها، يعني يوجد لها طرق للتصنيع أحدث وهكذا. فإذا يعني إحنا بنوصي بالناس اللي بتتناول اللحوم يا زينا كلنا انها تحط السيلينيوم في الاكل بتاعها كمكمل غذائي، تاخد السيلينيوم بعد الاكل وهو موجود في الصيدلية، ماشي؟ في شركة بتنتجه انا لا اذكر اسمها، السيلينيوم موجود في الصيدلية وموجود في صيدليات كل الدول العربية. هات السيلينيوم حطه في الاكل، خده كل يوم، خده يوم ويوم، خده بعد وجبة واحدة بس في اليوم، فده علشان يقلل من التأثير الميسيونين الضار على جسم الإنسان. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.